مع الحدث. حدث ومتابعة لختام النسخة الرابعة من برنامج أبجريد، إذ يصر الشركة العمانية للاتصالات عمانتل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وشركاء البرنامج الإعلان اليوم عن المشاريع الفائزة في هذه النسخة من أبجريد لتحويل مشاريع التخرج في مجالات الثورة الصناعية الرابعة إلى شركات ناشئة. معنا الآن عبر الاتصال الأستاذة ليلى بنت محمد لوهيبية، وهي مديرة المسؤولية الاجتماعية بعمانتل. صباح الخير أستاذة ليلى. صباح النور أستاذ راشد. أهلا ومرحبا بك، سعيدين بهذا التواصل معك. وقبل الحديث عن النسخة الرابعة من أبجريد تحديدا، نود بدءا أن نعرف المستمعين بأهمية هذا البرنامج وأهم الأهداف التي تسعون إلى تحقيقها مع شركائكم. بداية نحب أن أشكر إذاعة شباب على هذه الاستضافة، وأشكر برنامج صباح الشباب. برنامج أبجريد الآن في نسخته الرابعة. هذا البرنامج يسعى إلى تحويل مشاريع التخرج تقنية في قطاع اتصالات ونظم معلومات في مجالات تقنيات الثورة الصناعية الرابعة إلى شركات ناشئة. يهدف البرنامج إلى تحويل على الأقل نسبة 1% من مشاريع التخرج إلى شركات ناشئة سنوياً، بهدف توجيه مشاريع التخرج نحو موضوعات عصرية وذات أهمية محلية وعالمية، أيضا إيجاد موجة جديدة من الشركات الناشئة المبتكرة في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، توفير فرص وظيفية جديدة وبث روح ريادة الأعمال عند الطلبة لتأسيس شركاتهم الخاصة. نعم، طيب، يعني لو أردنا أن نقترب أكثر من شركاء النجاح من المؤسسات والجهات في أبجريد، شركاء البرنامج بداية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وحيث أن دورها في هذا البرنامج الإدارة والتنظيم. الشركة العمانية للاتصالات عمانتل هي الداعم التأسيسي للفائزين ولوجستيات البرنامج. وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بمركز ساس لريادة الأعمال، حيث دورهم يتمثل في احتضان وتطوير مشاريع التخرج وتحويلها لشركات ناشئة. صندوق العماني للتكنولوجيا، التدريب المتخصص للمشاريع المتأهلة والتهيئة الاستثمارية. أيضا هيئة تنمية مؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التوجيه التجاري والمالي والتسويقي. ومن ثم وزارة الثقافة والرياضة والشباب، تطوير القدرات المهنية والقيادية لدى الفرق المشاركة. نعم، طيب أستاذة ليلى، نحن نعرف أن هذه النسخة الرابعة من أبجريد، فما أهم قصص المشروعات المحتضنة و أهم قصص النجاح التي تحققت إلى الآن؟ حتى الآن تم تخريج 9 شركات ناشئة. النسخة الأولى شركتين تخرجوا الحمد لله من الاحتضان وبدأوا في مشاريعهم. النسخة الثانية لا زالوا في مرحلة الاحتضان وأعمالهم قائمة وبدأوا في التسويق لمنتجاتهم، وأيضا لهم مشاريع تجارية ناجحة ولله الحمد. النسخة الثالثة بدأوا الآن في مرحلة الاحتضان والتدريب. ممتاز، طيب المشروعات المتأهلة في هذه النسخة إيش أهم عناوينها؟ والله العناوين إذا هي قائمة طويلة، أهمها على الأقل عشان نعطي مؤشرات شوية للذين سيتم الإعلان عن نجاحهم اليوم. مجالاتها مجالات مختلفة، هي كلها تعنى في مجال تقنية التقنيات الثورة الصناعية الرابعة. عندك فرض مشروع تتبع الحيوانات المهددة بالانقراض في الطبيعة باستخدام الطائرة بدون طيار. عندنا كذلك الجهاز الذكي للتحكم بخسائر المياه، وعدة مشاريع، يعني هي 9 مشاريع اليوم متأهلة. نعم، هو بلغ عدد المشروعات المتقدمة 75 مشروع من 19 نعم. مؤسسة أكاديمية داخل السلطنة ومؤسسة أكاديمية واحدة من خارج السلطنة. نحن نعم. نرجو لكل المشاركين التوفيق إن شاء الله، وللجنة التحكيم ولكم أيضا كشركاء ومنظمين لهذا البرنامج. نتمنى من
الجميع المشارك بالحضور الحفل الافتراضي اليوم الساعة 7 مساء، بيكون على وسائل عبر وسائل التواصل المرئي، ونتقدم بشكل جزيل لكل جميع الطلبة اللي شاركوا في هذا البرنامج، وحظ موفق للجميع بإذن الله. بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك لتواصلك معنا عبر الاتصال الأستاذة ليلى بنت محمد الوهيبية، مديرة المسؤولية الاجتماعية بعمان تل. شكرا جزيلا لك أستاذة. شكرا جزيلا. شكرا لك. كان ذلك مع الحدث، واقتربنا من أبجريد في نسخة